أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائنا المتابعين حياكم الله، كنا انتهينا إلى موضوع جدا مهم، وهو الحديث حول الحديث القدسي اللي قسم الأمور ما بين الخالق وما بين المخلوق، حيث قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: علي الإيجاد وعليك المحافظة، وعلي التقنين وعليك التطبيق، وعلي التنصيب وعليك الالتزام أو الاحترام. فلذلك تكلمنا عن الفقرة الأولى اللي هي علي الإيجاد وعليك المحافظة، أي أن يجب علينا المحافظة على كل ما حولنا من الموجودات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية. الله جل وعلا يقول في هذا الحديث القدسي: علي التقنين وعليك الالتزام أو عليك التطبيق. التقنين إخواني بمعنى وضع القوانين. القوانين ثلاثة أنواع. رب سائل يسأل: لماذا أنت تشرح هذا الموضوع أو تدخلنا بهذا الموضوع، وهل إحنا محتاجين إلى أو لا؟ إخواني الأعزاء، في حياتنا اليومية تطبق علينا تلك القوانين، فيجب علينا إدراكها وفهمها. كل شيء طبعا أنت من حولك تريد تعمله لابد إلى من أوليات، لابد إلى من أدوات. هذه الأدوات إذا أدركناها راح يكون علينا من السهل فهم التطبيق وكيف نطبق هذه المعلومات على حياتنا اليومية. الحديث كان عموما على بناء الأسرة وعلى الزواج وعلى بناء اللبنة الأساسية في المجتمع، ولكن هذه الأمور التي نتكلم فيها جدا مهمة لإدراك ما سنتحدث عنه فيما بعد. فالله جل وعلا يقول: علي التقنين وعليك التطبيق. التقنين بمعنى وضع القوانين. القوانين ثلاثة أنواع: عندي قانون تكويني، عندي قانون تشريعي، وعندي قانون عرفي أو وضعي. هذه القوانين تختلف فيما بينها بالحكم. القانون التكويني يقولون لا يختلف ولا يتخلف. هسه شنو لا يختلف ولا يتخلف؟ لازم نبين. القانون التكويني مثلا مثل قانون الجاذبية. قانون الجاذبية اللي تكلم عنها نيوتن واكتشفها نيوتن نتيجة سقوط التفاحة، وسأل لماذا سقط التفاحة ثم وضع القانون. القانون يقول كل كتلتين في الكون تجذب إحداهما الأخرى بقوة تتناسب مع كتلة الجسمين وتتناسب مع مربع المسافة بينهما. لذلك هذا القانون ليش نقول عنه لا يختلف ولا يتخلف؟ يعني من مدينة إلى مدينة ما يختلف، من قارة إلى قارة ما يختلف، تروح لأمريكا، تروح للهند، تجي للصين، تروح لإيران، قانون الجاذبية يحكمك وموجود. إذن ما يختلف من مكان لمكان، وما يختلف من شخص الشخص. يعني شخص كان عالم، كان جاهل، كان صغير، كان كبير، كان غني، كان فقير، كان رئيس وزير، كان غفير، ما يختلف من شخص الشخص. ثم لا يتخلف. شنو يعني لا يتخلف؟ بمعنى لما أنا أتعرض، لما أرمي نفسي من فوق البناية أقع مباشرة بعد الفعل تقع النتيجة. يعني ماكو فترة ما بين الفعل وما بين نتيجة الفعل. لما أضع إيدي بالنار أتعرض لقانون آخر يسمى قانون انتقال الحرارة، الهيت ترانسفير، يعني تنتقل الحرارة من الوسط درجات الحرارة العالية إلى الدرجات الواطئة حتى تتساوى كلتي الدرجتين. لذلك لما أضع إيدي في النار مباشرة أنا أشعر بالحرق. يعني ما تتخلف النتيجة، ما تتخلف عن السبب، النتيجة ما تتخلف عن الفعل. هسه أنا أضع إيدي في النهار في الليل أمام الناس بعيد عن الناس، أعلم ما أعلم، النتيجة الحرق. في أي دولة، في أي مكان، فوق الجبل، تحت الأرض، أنا أحترق. إذن القانون التكويني لما نقول لا يختلف ولا يتخلف بهذا المعنى، يعني سواء أنت تكون بعامد أو تكون أنت تكون ساهي أو تكون ناسي، كبير صغير، تدري ما تدري، هذا النتيجة لابد من حصولها عليك. لذلك بعض الشباب يقول أنا شنو مسوي مثلا، أنا ما حد شافني، أنا مغلق الأبواب، مغلق الشبابيك، وأردف على هذا الفعل. أقول لك نتيجة
الفعل موجودة سواء شافوك الناس أم أنت لوحدك. هذا الفعل له نتيجة متعلقة به ومرتبطة به. إذا لما باكر لما أريد أتكلم عن العلاقة الزوج بالزوجة وأقول لك هذا قانون تكويني، لازم أنت تعرف بأنك مجرد أن تفعل راح تحصل على الجواب وتحصل على النتيجة. هذا واحد، هذا القانون التكويني. القانون التشريعي مثلا الله جل وعلا أراد منا أن نصلي وأقم الصلاة، أكو ناس تقول لك أنا ما صلي، مو رأسا إذا ما صلى تترتب علي نتائج عدم الصلاة، لا، هنا ما يختلف ولكن يتخلف، ما يختلف يعني كبير صغير كذا عالم جاهل هو مطلوب من عنده أن يصلي، لكن إذا ما صلى نتائج عدم الصلاة ممكن أن تتخلف عن زمن الفعل، يعني ظل سنة سنتين ثلاثة أربعة ما يصلي بعدين راح يشوف نتائج عدم الصلاة. مثلا لما ما يعطي حقوق الله، لما ما يعطي للفقير حقه، لما لم يدفع زكاته من زرعه، ربما سنة أو سنتين أو ثلاثة بعدين تظهر النتائج. إذن هي ما تختلف ولكن تتخلف. الله يمهل ولا يهمل، الله ما يهمل ولكن يعطي فرصة. النتائج المترتبة على الفعل قد تتأخر، هذه شي يسمونه قانون تشريعي. يعني مثلا أنا ممكن بالدولة ممكن أنه مثلا أنت تسوي الجريمة وتهرب، ممكن تسوي الجريمة وما حد يشوفك، ممكن تسوي الجريمة ولكن جهاز الأمن مثلا يحقق يمسك واحد بريء، مثلا ممكن أنك تثبت عليك التهمة ولكن تهرب إلى بلد آخر، ممكن بالقانون التشريعي ممكن. ولكن قوانين الله سبحانه وتعالى مين تشرد من عنده؟ يعني انت افرض ما حد شافك، الملائكة موجودة عندك رقيب وعتيد، عندك ملائكة تنظر عليك، وبالتالي وين تهرب؟ يعني وين تريد تهرب؟ بالتالي وأينما تولوا فذم وجه الله. لذلك هذا الشخص اللي اجى الإمام الصادق عليه السلام قال له أنا ما بيدي، أنا ما أقدر على سيطرة على نفسي، أفعل ذنب. فالإمام حاوره، مو معناه يعطي إجازة للذنب وإنما حاوره، قال له زين اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه واذنب ما شئت. قال له وين أروح؟ كل مكان يشوفني الله. قال له طيب أخرج من سماء الله أو أخرج من أرض الله واذنب كما شئت. قال كلها سماء الله وكلها أرض الله. قال طيب كل من رزق غير الله، لا تأكل من رزق الله أو اعصي الله. وما يصير تأكل من رزق الله وتحارب الله بنفس الرزق اللي يعطيك إياه. فقال له وكله رزق الله من أين أتي؟ قال له طيب إذا إجا ملك الموت لا تروح وياه. قال له كيف يعني كيف ما أروح وياه ما أقدر. قال له زين اهرب، اهرب من أمر الله. قال له أين المفر؟ كيف أفر من أمر الله؟ قال له طيب إذا أنت لا تقدر تخرج من سماء الله ولا تقدر تخرج من أرض الله ولا تقدر تأكل من غير رزق الله ولا تقدر أنت تروح في مكان ما يشوفك الله ولا تقدر تعاند ملك الموت وتهرب منه، إذن لماذا تذنب؟ لاحظ، ممكن أنا أتجاوز على القانون التشريعي ولكن له حدود، له نتائج ولو بعد حين. وإن شاء الله للكلام تتمه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.